واللي شافه لناس. لما اقرا اربع اناجيل كتبوه اربع شهود عيان لاربع جماعات. لحظه بقى هنا، اربع اناجيل كتبوه اربع شهود عيان، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده غلط يا فندم. ازاي يا محمد يا نصيف يا فندم؟ هو مش الكتاب قال الجميع هربوا وتركوه؟ يعني ايه الجميع هربوا وتركوه؟ ساعة الصلب، ساعة ما جه يسوع يتصلب، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان التلاميذ كلهم سابوه هربوا. الجميع وتركوه هربوا، ولا هربوا وتركوه؟ عايز اجيب النص بس بالضبط. جميع التلاميذ لما شافوا صلب يسوع تركوه وهربوا، فتركه الجميع وهربوا. انجيل ايه؟ انجيل مرقس اصحاح 14 عدد 50. ادي الكتاب مرقس 14. مرقس، بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره شوف انا بطول في جيب الشاهد ازاي، بس اقسم بالله انا اسرع من النصارى في جلب الشاهد، اقسم بالله انا اسرع منهم في جلب الشاهد. مرقس 14 عدد 30. مرقس 4 لا عدد 50 50 30 ايه يا محمد يا نصيف انت 30 ايه؟ طب اتطبش اهو، شوفوا يا جماعه الخير اهو، ادي انجيل مرقس، انجيل مرقس اصحاح 14 اصحاح 14 العدد فين؟ 30 فين؟ 50 اهو. بيقول لك ايه؟ فاجاب يسوع وقال كانه على لص خرجتم بسيوف وعصا لتاخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل اعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكتمل الكتب. فتركه الجميع، ايه؟ فتركه الجميع، تلاميذه، فتركه الجميع وهربوا. وتبعه شاب لابسا ازارا على عريه فامسكه الشباب، حتى الشاب يا عيني الوحيد اللي هيحضر الصلب ترك الازار وهرب منهم عريانا، حتى الولد الوحيد اللي كان هيحضر قصه الصلب فيرجع يعرف التلاميذ ترك الازار وطلع يجري عريان. فهنا بقى فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنه فاجتمع الى اخره وصلبوا يا معلم. السؤال هنا مفيش اصلا حد حضر الصلب، انت بتقول لي دلوقتي بيحكوا قصه هم شايفينها، قصه ازاي يا دكتور موريس؟ يا قص موريس، قصه ازاي وهم ما شافوهاش اصلا؟ الجميع تركه وهرب، فتركه الجميع وهربوا. الولد الوحيد اللي كان هيحضر القصه كان لابس ازار على عريه، مسكوا هم الازار قام قالع الازار منهم وطلع يجري عريان، فمحدش حضر اصلا الصلب. محدش من اللي كتبوا قصة الصلب حضر الصلب، يبقى ازاي بيكتبوا اللي هم شافوه؟ ازاي؟ ما ينفعش. ازاي بيكتبوا شيء هم ما شافوهوش اصلا؟ هم ما شافوش الصلب اساسا. الدليل يا محمد فتركه الجميع وهربوا اهو. اهو. بالله عليكم يا جدعان، يا جماعة، جدعان، بالله عليكم يا جماعة، الكلام اللي أنا بقوله ده كلام غلط. اخرج وادخل تاني يا مارون وانا هديك مداخله في التناقض اللي انت عايز تقوله. مارون، او اقفل الواي فاي وافتحه تاني، لان انت مش ظاهر عندي، مفيش عندي مايك ليك. تمام، هضرب لك مثال صغير يا اخو. هب ان خلاص. خالد بيقول لك راح يقول لك وحي، ما احنا لسه قلنا اهو الوحي اللي هما بيتكلموا عنه بيقول لك ايه؟ بيقول لك وحي بيكتبوا اللي هما شافوه. طب ما هو قال لك ما شافوش اصلا، هم ما شافوش. فكلام ايوه، برافو عليك يا ميسه، كده يبقى شاهد ما شافش حاجه. شاهد ما شافش حاجه، قول تاني.